بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام مداولة، الملك، السلطة، التجارة، المرجعية، المنبر، الوظيفة، السيادة، كلها تداول يوما هذا ويوما هذا ويوما هذا، في حين هذه الفئة وفي حين هذه الفئة وفي حين هذه الفئة. هل أن الملك يدوم لأحد؟ هل أن المرجعية تدوم لأحد؟ هل أن الخطابة تدوم لأحد؟ هل أن الوظيفة تدوم لأحد؟ هل أن السلطة والسيادة تدومان لأحد؟ لا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني أن الأيام قسم وحصص، يوم لك ويوم عليك، يوم ارتفاع ويوم انخفاض، يوم سيادة ويوم نزول عن مركب السيادة. الله يصنع هذا الشيء. لماذا الله يصنع حتى الذي ليس صالحا الله يأتي به إلى فوق، الله ينزله إلى تحت؟ علماء الفلسفة الإسلامية يقولون أي شيء الإنسان يعمله لنفرض أنه يحتاج إلى 100 مقوم، 99 مقوم من الله ومقوم واحد منك، يعني أنت إمام جماعة. الله سبحانه وتعالى 99 من إمامتك مرتبطة بالله وواحد مرتبط بك. زيد خمار، 99 من أنه يشرب الخمر مرتبط بالله، واحد مرتبط بنفسه. يعني ماذا؟ يعني أنه الإنسان الذي يذهب إلى إمامة الجماعة، أو الإنسان الذي يذهب إلى حانوت الخمر ليشرب الخمر، روحه ممن؟ جسمه ممن؟ قوته ممن؟ قدرته ممن؟ طاقته ممن؟ جهاز تفكيره ممن؟ ثم الخمر ممن؟ الخمر من العنب، والعنب من الله، الأرض من الله، فهذا الذي يصلي على الأرض من الله، القدرة المنعة الإمكانية، الطاقة كلها من الله. ولذا في القرآن الحكيم مكررا الله ينسب كل الأفعال إلى نفسه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لما أنت ترمي 100 جزء، لنفرض 99 من الأجزاء من الله، جزء واحد منك، وتصلي كذلك وتزرع كذلك، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ماذا تصنع أنت؟ إنما توخر الأرض، والأرض تتوخر بقانون من الله، وتجعل النواة، والنواة من الله، وقدرتك على الجعل من الله، والماء من الله، وأن الماء إذا جاء إلى النواة، النواة نبتت من الله،
وإنما أنت معد، أنت متحرك لا أكثر ولا أقل. وثواب الإنسان وعقاب الإنسان لهذا الجزء، فمن هذا العمل الذي الإنسان يصنعه 99 منه من الله وواحد منك، خيرا كان الإنسان أو شريرا. يزيد جاء إلى الحكم بقانون الله، جاء إلى الحكم قانون الله. يعني شنو؟ يعني الله أعطاه القدرة. إذا الله تعالى أخذ منه القدرة هل كان يتمكن؟ السيف الذي ذبح الحسين كان بماذا؟ هو السيف. إذا الله ما كان خالقه هل كان هنالك سيف؟ وهل كان إذا الله لم يعطي القدرة لشمر يتمكن من هذا الشيء؟ كله. الإنسان ما يعمله 99 منه من الله، خيرا كان أو شريرا، عمل خير كان أو عمل شر، وواحد منك ومني، وعلى هذا الواحد نثاب ونعاقب. يعني شمر واحد منه في قتله الحسين فيعاقب على هذا الواحد. الله تعالى يوم القيامة لا يقول له لماذا كانت لك قدرة، لماذا كنت حيا، لماذا كنت مفكرا، لماذا كان بيدك السيف، لماذا كان أصل السيف، لا يقول، كله صنعه. يقول لماذا خززت هذا منك. وكذلك أنت الذي تذهب وتكون إمام جماعة وتكون خطيب، الله تعالى يوم القيامة لا يقول لك لماذا كنت أو كانت لك طاقة وقدرة وفكرة، يقول لك أعطيك الثواب لأنك باختيارك صعدت المنبر وباختيارك تكلمت. فإذا في الآية الكريمة تلك الأيام نداولها بين الناس، الله يرفع والله يخفض، لأن 99% من الله. الإنسان في الحياة خيرا أو شريرا مصداق لهذه الآية المباركة، كلا نمد هؤلاء الخيرون وهؤلاء الأشرار من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا في الدنيا، أعطاه الله يعم المؤمن والكافر، الخير والشرير، العادل والفاسق، الصديق والمنافق، عطاء الله يعم كلهم. هذا الشيء. الشيء الثاني، هل من الطبيعة أن الأخيار يتقدمون أو من الطبيعة أن الأشرار يتقدمون؟ لا، الله تعالى جعل أن من الطبيعة الأخيار يتقدمون، المصلون يتقدمون، الصادقون، المؤمنون، المتدينون، المصلحون، العادلون، الله تعالى جعل هؤلاء يتقدمون. يعني كون الحياة تكوينا أن الفرص لهؤلاء أكثر. فلماذا نرى الأشرار يتقدمون؟ لا أحد سببين. إما لأن المتدين انسحب فجاء مكانه الشرير، انسحب المتدين بقي الفراغ، جاء مكانه الشر. نفران لنفرض خطيبان، خطيب واقف وخطيب واقف وجماهير واقفون. خطيب يقول أيها الناس عليكم بالصدق، عليكم بالأمانة، عليكم بالوفاء، عليكم بالحياء، عليكم بالعمل، عليكم بالشهامة، عليكم بالكرم، عليكم بالجود، عليكم بالسخاء، عليكم بالشجاعة. وخطيب واقف في مسمع من الناس يقول أيها الناس عليكم بالكذب، عليكم بالخيانة، عليكم بالانتهاك الحرمات، عليكم بضرب الناس، عليكم بإيذائهم. على أي الخطيبين يلتف الناس أكثر؟ لا شك على أن الذي يأمر بالصدق والأمانة والوفاء والحياء والغيرة والمروءة
يلتف أكثر مما يلتف حول الذي يأمر بالكذب والخيانة والدجل والشعوذة والبخل والجبن والكسل وما أشبه. الخير يلتف الناس حوله أكثر. وإنما إذا لم يكن هذا الخطيب الخير وكان خطيب واقفا وألبس الباطل ثوب الحق، الناس يلتفون حوله. طبيعة الحياة الله جعلها أن الفرص للخير أكثر، لكن الشرير يتقدم لسببين: إما لانسحاب الخير، لا خير في الميدان، الناس يلتفون حول الشرير، لا طبيب فاهم، الناس يلتفون حول الطبيب الدجال. لنفرض الآن أصبنا بالكوليرا وذهبنا نريد طبيبا للعلاج ولم نجد هذا الطبيب، تلقائيا رأينا إنسانا مشعوذا جالسا على قارعة الطريق يعطي بعض التعاويذ السحرية، تلقائيا نذهب إليه لأن الغريق يتشبث بكل حشيش. فطبيعة الإنسان أن يلتف حول الخير وفرص الخير أكثر، إلا إذا سحب الخير عن الميدان تكون الدولة للشرير، يكون الأمر للشرير. هذا أولا. الشيء الثاني الذي يسبب التفاف الناس حول الأشرار أنه موجود الخير، لكن الخير لا يجد الآلة، كل شيء بالآلة. النجار يحتاج إلى الآلة، والبناء يحتاج إلى الآلة، والصانع يحتاج إلى الآلة. الخير موجود لا يجد الآلة، الشرير يلتهم الاجتماع. هاتان مقدمتان، إذا تبينت هاتان المقدمتان نأتي إلى الماعن، إلى ذي المقدمة صغيرة. عن ذي المقدمة صغير، إيران التي نشاهدها الآن 130 سنة، يعني قرن ونصف قرن تقريبا، العلماء ثاروا فيها 4 مرات، وفي 3 مرات نجح، وهذه هي المرة الرابعة. لعلم الأصدقاء بالتاريخ، المرة الأولى في زمان قبل 130 سنة تقريبا، في زمان السيد محمد المجاهد، وقبره موجود في كربلاء، وهناك مدرسة في كربلاء تسمى بمدرسة البقعة، وإنما تسمى المدرسة بمدرسة البقعة لوجود بقعة آية الله السيد محمد المجاهد في هذه البقعة وفي هذه المدرسة، وكنا نحن ندرس في هذه المدرسة، وإلى الآن المدرسة موجودة في كربلاء. هذا كان مرجع أعلى في زمانه. الروس القيصرية، هؤلاء أرادوا الدخول في إيران واقتطاع إيران. السيد محمد المجاهد ذهب بنفسه إلى إيران وجمع الناس حوله، وفي كلمة صغيرة طرد الروس. وإذا لم يكن قام السيد محمد المجاهد ذلك اليوم بهذا العمل الجبار التضحوي لكانت الآن إيران جزءا من الروسية. كما بالفعل أجزاء من إيران لم تجد السيد محمد المجاهد فالتحقت بروسية. ولعلم الأصدقاء أكو مجلة تصدر من القاهرة، اسم المجلة أكتوبر. في هذه المجلة قبل 20 يوم 30 يوم هالحوالي، أنا قرأت شخصيا كتاب حول المسلمون في الاتحاد السوفيتي.
باحث غربي 20 سنة حقق حول هؤلاء، هذا الشيء الذي كان يجب أننا كمسلمين نعمل، لكن هو عمل، لأن أولئك في الحقيقة عرفوا كيف يهتبل الحياة، ونحن بعد إلى مفتتح الطريق. هذا الباحث 20 سنة يحقق حول المسلمين في الاتحاد السوفيتي، ويجمع المعلومات من الكتب والمجلات والجرائد والإذاعات وما أشبه، فأخيرا ألف كتاب، وأرجو أن الكتاب يترجم إلى اللغة العربية حتى نقرأ نحن الكتاب أيضا. هناك في هذا الكتاب يقول نصف الاتحاد السوفيتي مسلمون، 120 مليون مسلم موجود في الاتحاد السوفيتي، وهذا آخر الإحصاءات. وأنا لا أستبعد، لأن 6 جمهوريات في الاتحاد السوفيتي كلها إسلامية، جمهورية أرمينيا، جمهورية أذربيجان، قرقيز، قازقستان، تاجكستان، تركمانستان، إذن كانت بلاد إسلامية وفيها السنة وفيها الشيعة وفيها العلماء وفيها المدارس وفيها الخطباء وفيها الثروات الهائلة الطائلة، حتى أن النفط للاتحاد السوفيتي من هؤلاء المسلمين، والاتحاد السوفيتي ليس عنده نفط إلا في بلاد هؤلاء. ومركز للعلم والعلماء من القديم لم يجد سيد محمدا مجاهدا هذه القطع، ولذا شنو التهمت، والتهم الاتحاد السوفيتي، قبله التهمها الروس القيصرية وبعده الاتحاد السوفيتي، وقطع أيضا هو الاتحاد السوفيتي ألحقها بنفسه، يعني هؤلاء الروس الجدد الإمبرياليون الجدد الشيوعيون. الشاهد أنه فأول منذ 130 سنة جاء أتكلم حول إيران، فأول ما نهض وأنقذ إيران قبل 130 سنة تقريبا كان هم الشعب بقيادة العلماء. وأرجو الإخوان أن يقرأوا التاريخ المفصل، لأن هذا له تاريخ مفصل كبير. هذا أول مرة. قبل 90 سنة، يعني بعد 40 سنة تقريبا من هذه الواقعة، أنقذ إيران عالم ثان مع الشعب من يد البريطانيين الإنجليز، في قصة المرزا حسن الشيرازي الذي دخل الإنجليز إيران تحت ستار التمباك. وأنا قرأت في كتاب مخطوط، وكنت في فكرة أن أطبع الكتاب في العراق لكن ما وفقنا لطبعه، كتاب ينقل حوادث هذه القصة، لأن القصة لم تكن في زمانها صغيرة. المرزا حسن الشيرازي وكان ذاك اليوم يقطن في سمراء، وقبره الآن في النجف الأشرف قرب باب الطوسي، وتصويره موجود، وهو يصير جدي من الأم وابن عم والدي من الأب. قبل 90 سنة دخل الإنجليز بأعداد هائلة إلى إيران. حتى في هذا الكتاب قرأت أن الذين دخلوا في إيران الخبراء والفنيون والمفكرون والعلماء والكتاب والجيش احتلال كانوا كم؟ كانوا 400,000 إنجليزي. الآن من المعروف أمريكان الموجودون في إيران 60,000، 45,000، 50,000 هالحوالي. لكن هذا الكتاب ينقل القصص المفصلة، 400,000 إنجليزي دخلوا إيران، جيش، وأي جيش. المرزا حسن الشيرازي ومن ورائه كل الشعب الإيراني المسلم قاموا ضد هذا الشيء، غلقوا الدكاكين 6 أشهر، 6 أشهر أحرقوا كل محاصيلهم التنباكية في الميادين العامة، امتنعوا عن بيع وشراء وتصدير والتدخين
أي قطرة من التنباك، حتى تمكن هذا العالم أن يطرد المستعمرين الإنجليز من إيران، وإلا كانت إيران من ذلك اليوم قطعة من بريطانيا، كما أن الجزائر صارت قطعة من فرنسا لمدة 110 سنوات. ولعله إذا كانت تلك المحاولة ناجحة ولم يجد الوقت المجدد الشيرازي، لعله كان الآن إيران بلاد مسيحية ومنتهي أمرها، كما صارت أسبانيا من ذي قبل. هاي المرة الثانية. المرة الثالثة قبل ما يقارب 60 سنة، 65 سنة، 70 سنة هالحوالي. هذه المرة كانت الحرب في صورة ثانية، في صورة محاربة الاستبداد، والذي قام بهذه الحرب هو عالم مرجع أعلى للشيعة اسمه الشيخ محمد كاظم الآخند الخراساني، الذي نفتخر بأننا نقرأ كتابه الكفاية. وكتابه الكفاية في الحوزات العلمية الشيعية مشهور تدريسا ودراسة ومطالعة وشرحا وتعليقا وما أشبه. ذاك اليوم هذا العالم حارب الاستبداد، ما حارب الأجانب، هو حارب الأجانب في قصة ثانية مو مربوطة بإيران، وإنما نحن الآن ننقل قصص إيران فقط، وإلا محاربة العلماء في كل الأقطار الإسلامية، وأنهم هم سبب البقية من الإسلام ومن الاستقلال. الآن ليس كلامنا في هذا الموضوع، وإنما كلامنا في إيران. هذا العالم حارب الاستبداد، يعني الدكتاتورية القاجارية. الاستبداد شنو ضرره وشنو معناه؟ الاستبداد معناه أن إنسانا واحدا يستبد بالحكم، بالأمر، بالنهي، بالعزل، بالنصب، بالفكر، بالنظر، بالتقديم، بالتأخير، بالتقريب، بالتبعيد. معنى هذا ما ضرره؟ الاستبداد له 4 مضرات، لا نريد التفصيل الآن، وإنما نريد الإلماع. الضرر الأول للاستبداد إفساد الدين الناس. لماذا؟ لأن الإنسان المستبد يرتفع بنفسه عن مقام الناس إلى مقام الآلهة. ولذا إذا تلاحظون في أحوال هؤلاء الحكام المستبدين يسمون أنفسهم بظل الله، ظل الله. وحتى بالشعر الفارسي يسمي نفسه سايي خدا، ظل الله. هذا أول مفسدة للاستبداد. فرعون ونمرود وهامان وشداد كانوا من نفس النموذج، رفعوا أنفسهم ورفعوا ورفعوا حتى وصلوا إلى قالوا أنا ربكم الأعلى. أول مضرات الاستبداد إفساد الدين الناس، الدين لله، ومن مربوط بالله، أولياء الله، الأئمة الطاهرون، الأنبياء. ولذا في القرآن الحكيم الله تعالى يقول ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، يعني الله الواسطة، الرسول الله واسطة الإرزاق ميكائيل، الله واسطة الوحي جبرائيل، الله واسطة الموت إسرائيل، الله واسطة الهداية واسطة الرزق، هالأشياء الأنبياء والأئمة.
أما بعد هؤلاء فأنا وأكبر شخصية سياسية مالية اجتماعية نحن سواء. أما المستبد أحيانا يرتفع بنفسه، يعني أنه يقول أنا فوق الناس، ولذا ترون أنه فوق الناس يخضع له خضوعا غير مربوط بالكفاءة. الجهل خضع أمام العالم لكن مربوط بالكفاءة، الإنسان العادي خضع أمام التقي لكن مربوط بالكفاءة، لكن هذا خضوع غير مربوط بالكفاءة، خضوع من قبيل الخضوع لله. ولذا أول مفاسد الاستبداد مفسدة دين الناس، يصبح إلها صغيرا حتى إذا لم يصرح بسم الله وباسم الشعب، هاي مو يشرك مع الله. المفسدة الثانية مفسدة الأخلاق، المستبد يفسد أخلاق الناس، لأنه إذا صار مستبدا كل إنسان يمارس الاستبداد حتى المدرس وحتى الموظف الصغير وحتى أنت أمام طفلك، لأن الناس على دين ملوكهم. وثبت علميا أن الناس ينظرون إلى القوي، فإذا شافوا له أخلاق يتخذون منه هذه الأخلاق. هذه هي المفسدة الثانية، إفساد أخلاق الناس وجعلهم دكتاتوريين. الآن لاحظوا في كثير من البلاد الناس مو مستعدين للمشورة أبدا، في زواجه، في طلاقه، في شرائه، في بيعه، في سفره، في إقامته، في أي شيء من شؤونه. لماذا؟ هذا تلقائيا اتخذ الاستبداد من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر عن المبادئ المستبد. وفي أغلب بلاد الإسلام مستبدون يحكمون البلاد، هذا لا شك فيه. الضرر الثالث لحكومة المستبد ضرر إفساد الاجتماع، إفساد الدين، إفساد الأخلاق، إفساد الاجتماع. كيف؟ لأن المستبد يقرب من يخضع له، والكفاءات دائما لا يخضعون، الكفاءات تنسحب. غير الكفاءات الإمعات، على لسان الإسلام، الإسلام يسمي هؤلاء إمعة، هؤلاء يتقدمون، ويسميهم الإسلام إمعة في الروايات تخفيفا عن أنا مع. هذا هو، عندي عقل لا، عندي تفكير لا، أعرف هذا الطريق صحيح وهذا الطريق فاسد لا، أنا مع، حشر مع الناس عيد. طبيبان، طبيب مستقل في تفكيره لا يأتي به المستبد، والطبيب إمعة يأتي به المستبد، فهل يتمكن من علاج الناس هذا الطبيب الغير الكفء؟ وقل هذا في المهندس وفي الاقتصادي وفي السياسي وفي العلمي وفي الفني وفي كل شيء. هذا الضرر الثالث. الضرر الرابع للاستبداد إفساد اقتصاد الناس، لأن المستبد يرى كل المال له، إنما العراق بستان لقريش، أحد حكام عثمان يقول هذا الشيء، ما شاء أعطى وما شاء منع. ذات مرة مات أحد أصحاب الصفة، وجد في ملابسه درهمان، الرسول قال إنهما سمتان من النار على جسمه، في زمان الرسول غير المستبد، وأمرهم شورى، لأن هذا الرجل لا حق له أن يجلس في الصفة ويأكل فضل أموال الناس ويتكفف وهو يملك درهمين. وذات مرة عثمان بنفسه يقول ذهبت إلى رسول الله في قصة، فرأيت الرسول مضطربا
وغدا ذهبنا إليه ورأيناه بشوشا، ما لك يا رسول الله البارحة؟ قال 4 دراهم من بيت المال كانت عندي في الليل وأنا لا أعلم، لا أعلم حسب الموازين الطبيعية ويريد الرسول الدرس، وأنا لا أعلم أنه هل أموت إلى الصباح أو لا أموت. مع العلم إذا الرسول كان يموت كان علي خليفة له ويعطي المال، بينما في زمان عثمان حيث نجح الاستبداد، وإذا المؤرخون ذكروا أن بعض الصحابة لما أريد تقسيم إرثه جلس جماعة هنا وجماعة هنا وجاءوا بالذهب وكوموا الذهب حتى حال الذهب بين هذا الجانب وهذا الجانب، وأن قسما من الصحابة لما ماتوا في زمان عثمان وبعد عثمان كسرت ذهبهم بالفؤوس للتقسيم الإرثي. أكو فرد قائمة جميلة للشيخ عبد الحسين الأميني الله يرحمه في كتاب الغدير ببعض الثروات التي جمعها الخليفة وحواشي الخليفة والذين كانوا متأثرين بأسلوب الخليفة. قائمة يذكر فلان كم مليون، فلان كم مليون، فلان كم مليون، مثل هالقائمة المشهورة التي قرأتموها البارحة واليوم في الصحف. هذا طبيعة الاستبداد، مهما كان المستبد ولو كان أعدل العدول، بشر مو نبي مو إمام، مهما كان هذه المفاسد الأربعة: الألوهية، إفساد دين الناس، إفساد أخلاق الناس، إفساد اجتماع الناس، إفساد اقتصاد الناس. لأنه إذا تكومت الثروة إلى جانب من بحال الفقير، لنفرض أن في هذه المدرسة 1000 دينار موجود ونحن 100، معناه أن كل واحد 10 دنانير لنا. أما إذا 900 دينار جاء عندي معناه أن 99 آخرين لهم 100 دينار فقط، أن 99 الآخرين لهم 100 دينار. إذا تكومت المال إلى جانب، الجوانب الأخرى تكون محرومة. ولذا الإمام أمير المؤمنين يقول: ما رأيت نعمة موفورة إلا إلى جانبها حق مضيع. هذا واقعي مو كلمة غيبية. الآخوند الخراساني قام ضد هذا الشيء، يعني الآخوند الخراساني ضد الاستبداد القاجاري، وفي الحقيقة عمله ما كان أقل من عمل السيد المجاهد وما كان أقل من عمل السيد الشيرازي، وإنما قام ضد الاستبداد الداخلي. قلنا أن الأخوند حارب حربين: حربا مع الاستبداد في إيران وحربا أخرى نتكلم عنها في مناسبة ثانية. هذه هي المرة الثالثة في ظرف 130 سنة قام العلماء بإنقاذ دين الناس واقتصادهم وسياستهم ووطنهم وبلادهم وأرضهم وكل شؤونهم. علماء قاموا بقيادة، يعني الناس بقيادة العلماء. الآن في الحقيقة الموضوعان صاير الآن استبداد واستعمار، هذه المرة الرابعة. شنو مضرات هالاثنين؟ واضح، كل موازين الاستبداد موجود بالإضافة إلى أن الفلوس تذهب إلى الخارج والدين يستورد من الخارج والأخلاق تستورد من الخارج. يعني لنفرض حاكما مستبدا في البلد وهو مستقل يأخذ المال، لكن المال كله يصرفه في نفس البلد وشهواته وملذاته. لكن إذا حاكم مستبد واستعمار فوقه، معنى شنو؟ معنى أنه حتى هو لا ينتفع بالمال. نعم ينتفع بقسم من المال، وإنما قسم كبير من المال يذهب إلى الخارج. إذا كان هو مستبدا وحده يعني بلا استعمار، هو يصدر الأخلاق بصورة ضعيفة، يصدر الدين بصورة ضعيفة، يصدر الاجتماع الفاسد بصورة ضعيفة. أما إذا صار استبداد واستعمار يكون مساوئ الاستعمار والاستبداد معا.
ونحن شخصيا نرى أنه لا بد من النجاح وينجح، لأن هذه طبيعة الحياة كما قلنا في المقدمة الثانية. طبيعة الحياة دائما الله تعالى جعل فرص الصالحين أكثر من فرص الفاسدين، هذه طبيعة الله وطبيعة الحياة. وإنما قلنا أنه إنما يتقدم الفاسدون إما بسبب انسحاب الصالحين، أما إذا رجع الصالحون إلى الميدان الله تعالى يعطيهم أن الأرض يرثها من؟ عبادي الصالحون. مو الإرث في زمان الإمام المهدي، لا شك إنه إرث في زمان الإمام المهدي، لكن دائما هذه قاعدة كلية، الأرض يرثها عبادي الصالحون، خباز سيء وخباز حسن، حول من يلتف الناس؟ طبيب سيء وطبيب حسن، حول من يلتف الناس؟ مهندس سيء ومهندس حسن، حول من يلتف الناس؟ خطيب مجيد وخطيب غير مجيد، حول من يلتف الناس؟ واضح هذا الشيء. ولذا من الموازين الطبيعة أن النجاح لنا، لكن الكلام في أنه هل في شهر؟ هل في سنة؟ هل في 6 أشهر؟ هل في 9 أشهر؟ هذا ما يقتضي إرادة الله وعمل الناس، كما ذكرنا في المقدمة الأولى بأن الأشياء 99 منها بيد الله وواحد بيد الناس، والله جعل الطبيعة في نجاح الخيرين. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.